حبايبي أبطال الصف الخامس الابتدائي مكملين مع بعض يونت 5 ليسن 7 طلاب مدارس اللغات، طلاب المدارس التجريبية اللي بيدرسوا معانا كونكت بلس. هنشوف مع بعض ستوري جميلة جدا جدا، نستمتع مع بعض إن شاء الله، نقرأ مع بعض أهم الكلمات: كامب فاير، كامب فاير، نار المخيم، تريل، تريل طريق أو ممر أو ممشى، كامبينج، كامبينج، التخييم، ريسبشن، 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 إشارة استقبال، كامبر، كامبر، مخيمون، تنت، تنت، خيمة، تورست أوفيس، تورست أوفيس، مكتب سياحي، كامب سايت، كامب سايت، موقع المعسكر، مخيم، باك باك، حقيبة الظهر، هايكينج، التنزه لمسافات طويلة، سان سكرين، كريم واقي ضد الشمس. أفعال مهمة كالعادة لازم نركز شوية ونحفظهم: prepare، prepared، prepared، work، worked، worked، sleep، slept، slept، light، لت، لت. تعبيرات مهمة مع حروف جر أهم: our way back to، our way back to، طريق عودتنا لي، deep valley، deep valley، وادي عميق، work together، work together، يعمل معا، the same، the same، نفس الشيء، drop a pen on the map، drop a pen on the map، يسقط دبوس على الخريطة، rough path، rough path، ممر متعرج، take out of، take out of، يخرج، put up the tent، ما تنساش، بمعنى ينصب الخيمة، picnic table، مائدة الطعام. أميرة goes camping، أميرة تذهب للتخييم. أميرة went to visit her cousin، أميرة ذهبت لزيارة بنات وأولاد عمها علي and منى in شرم الشيخ. In the summer، في فصل الصيف، ذهبت أميرة لزيارة علي ومنى. They wanted to show Amira the beautiful mountains، أرادوا أن يوضحوا ويعرضوا لأميرة الجبال الجميلة، near there، القريبة جدا من شرم الشيخ. So they decided to take her camping، قرروا أنه ياخدوها معاهم للمعسكر والتخييم. Uncle وائل، عمه وائل أو خاله وائل، drove to the start of the trail، بدأ القيادة حتى بداية يا شباب الممشى أو الممر، which is rough path، ممر متعرج زي ما شايفين في الصورة، a rough path across the desert، عبر الصحراء. The air smelled beautiful، الهواء رائحته جميلة. And they went hiking، بدأوا يتمشوا، into a deep valley، بدأوا التمشية في وادي عميق، الوادي ده غالبا بيكون بين جبلين، valley. This place is very beautiful، هذا المكان جميل جدا. أميرة said، she took out her phone، أخرجت تليفونها، recorded a video، بدأت تسجل فيديو عن المكان الجميل، and dropped a pen on the map، أسقطت دبوس على الخريطة. They finally arrived at the first campsite، أخيرا وصلوا إلى أول المعسكر. Uncle وائل took the tent out of his bag، خلي بالك يخرج بمعنى
تيك اوت في الباص طبعا توك اوت. انكل وائل توك ذا تنت اوت اوف هيز باك باك هو كان ريمبر استطاع ان يتذكر هاو تو بوت ات اب ازاي ينصب الخيمه هاو تو بوت ات اب اي كان استطيع who is going to make the campfire مين كمان هي يشعل في نار المعسكر يعمل لنا مدفأة I can answered Mona Mona can make the campfire Ali can put the tent up and I can cook أنت مريم عمته مريم معانا كمان هتستطيع أن تطبخ but after 30 minutes they found that Ali could not remember how to put up the tent بعد 30 دقيقة وجدوا إن علي لم يستطع تذكر إزاي ينصب الخيمة and Mona couldn't light the fire وكمان منى مش قادرة تشعل المدفأة ولا النار so they did not eat and they could not sleep in the tent بالتالي مفيش مدفأة مفيش أكل مفيش خيمة مفيش نوم the next day they used the maps on their phones to find the next campsite استخدموا الخرائط الموجودة على التليفون علشان يجدوا المعسكر التاني. When they got there وصلوا هناك Aunt Mariam said عمته مريم خالته مريم قالت ايه؟ Let's all work together today. النهارده هنشتغل مع بعض. First we can put up the tent. في الأول يجب أن ننصب الخيمة. Then we can help to light the fire. بعد كده ممكن نولع المدفأة، ممكن نولع نار مع بعض كلنا. حلوة جدا. Let's all work together. يلا بينا نعمل معا. العمل الجماعي حلو جدا يا أبطال. Finally, you can all help me to cook dinner. مش هسيبكم. في النهاية كلكم لازم تساعدوني. All help me to cook dinner هنطبخ العشاء مع بعض they put up their tent quickly نصبوا الخيمة بسرعة طبعا العمل الجماعي أفضل by working together then they started the fire ولعوا المدفأة النار next all worked together to prepare dinner كلهم اشتغلوا مع بعض علشان يجهزوا العشاء. أميرة washed the vegetable. شكرا يا أميرة على مساعدتك في غسيل الخضروات. منى cut them. منى cut the vegetables. منى قطعت الخضروات. زم هنا عايد على vegetables يا أبطال. And Aunt Mariam cooked. وعمته مريم طبخت. علي prepared the picnic table. علي جهز لنا طاولة النزهة الخلوية كون لنا ترابيزة زي ما شايفين في الصورة يا جمال الترابيزة بتاعت مستر نصر طبعا حكاية أنا عارفكم طبعا Yes, Ali prepared the picnic table. They went to bed early. ذهبوا للنوم مبكرا. They were not tired or hungry. طبعا النهاردة اشتغلوا مع بعض they put the tent up together they make a campfire together they cooked together طبخوا معا they weren't tired ما كانوش تعبانين or hungry ولا جعانين the next morning الصباح التالي they had breakfast and put on their backpack فطروا بالهنا والشفا وكمان ارتدوا حقائب الظهر Oh no, my phone doesn't work
التليفون بتاعي مش بيشتغل. سيد انكل وائل، انكل وائل بيقول تليفوني مش شغال. ماي فون از ذا سيم. عمته كمان، وات اباوت يور فونز تشيلدرن؟ ماذا عن تليفوناتكم؟ وي دونت هاف اني ريسبشن. ما عندناش اي اشاره استقبال هنا. زي انسرت، هم جاوبوا. وي دونت هاف اني ريسبشن هير. مش عايزين اي نقطه استقبال. What can we do now؟ ممكن نعمل ايه؟ How can we find the car؟ كيف يمكننا ايجاد السياره؟ I have a paper map. I got it from the tourist office. انا معايا دلوقتي خريطه حصلت عليها من المكتب السياحي. said uncle وائل. ماشي، we can read the map. ممكن نقرا الخريطة مع بعض together and find our way back to the car. شكرا على التعليقات الجميلة، على الترابيزة الجميلة يا مهيب. ماشي، شكرا يا نور. We can read the map. ممكن نقرا الخريطة together and find our way back to the car. Don't fear, Mr. Nasri is here. تعال مع بعض نحل مع بعض التدريبات. السؤال الثاني، read and complete the text with words from the books. يلا نبدأ مع أبطال الصف الخامس الابتدائي، ونبدأ مع أسيل ونقول لها welcome back. Hello mister. Backpack, beautiful, rubber, camera. Big tree. Amira went to visit her cousins in the state in the summer. Yes, number one, summer. They went camping. They went camping, yes. Uncle Wael drove to the start of the trail. Trail. Which is a rough path across the desert. The air smelled beautiful. And they went hiking into a deep well. Excellent, as usual. مكملين مع بعض. Read Noor al-Din answer. Yes, Amira went to visit here. Okay. They decided to take her. Okay, Amira went to visit her cousins in Tarm El Sheikh. They wanted to show Amira the mountains, so they decided to take her camping. Uncle Wael drove to the start of the trail. The air smelled beautiful. And they went hiking into a deep valley. They finally arrived at the first campsite. Uncle Wael took the tent out of his backpack. Ali would put up the tent. Mona would make the campfire. Aunt Marian would cook. They would work together to put up the tent, start the fire, and cook dinner. Okay. Yes. Amira went to visit her cousins. Yes. Number two. Okay. Dedicated to take her camera. Excellent, Noor, as usual. Thank you, مكملين. كارما. Who drove to the start? Yes. Yes. Who drove? Uncle Wade.
Yes. Number four. What did Uncle Whale take out of his backpack? He put on a tent. Yes, the tent. He took the tent out of his backpack. Excellent, Karma. Ali. Ali. Okay, Mr. Amiga took out his phone and recorded a video and dropped a pin with I. B I N. Number C. Letter C. Number two, Ali. She bought some food on the campsite to cook. Excellent, Ali. Amani. Amani. They put a to sleep in. Tent. Tent. Excellent. Amani. I am going to. Right, light will be still right fly رحلة جوية. لايت يضيء the fire المدفأة نايت الليل رايت يمين أو صحيح فلايت رحلة جوية. Which one is correct أماني؟ Light. لايت. Excellent أماني. Ready حمزة؟ Ready. Or dark the world to make color the snitten. What أداة استفهام الأول بعد كده فعل مساعد. فين الفعل المساعد؟ for دو اوكي ما استخدم فيش يا مستر ايه دو او داز او كان او كود او ويل او وود. إيه؟ اداة استفهام فعل مساعد بعد كده فاعل اي هي شي ات زي وي يو ليه يو الاول وات كان يو ليه بعد كده ليه فعل Yes. The story. لسه في حاجة ناقص قبل the story. Or the story. From the story. Yes. يبقى لازم أكتب from الأول. The story. وضع question mark. اكتب حمزة. Number two. حمزة كمان. أكمل. أيوه. Number two, Uncle Will
Uncle Will to the trail. Excellent. مهيب. أنا أكمل. أسأل. مهيب أميرة. مهيب. أميرة. أمينة بوت أميرة سام ولا أميرة مم. بوت سام كام فاير اون فود هي بتضع بعض من إيه؟ فود اون كم كام فاير اون إيه؟ كام فاير ازاي طيب؟ كام فاير أقولها تاني يلا. أميرة put some food on the campfire. الست يس كام فاير. اكسلنت شاطر مركز. اختبار بسيط نجحت فيه بسهولة. اكسلنت يا بطل رائع مهيب. Write a paragraph. Camping trip. Where are you going? What are you going to take? With whom are you going? What can you do there? هنبدأ بيوسف. يلا يوسف هنقول ايه؟ Last week I went to the camp. ممكن أبدأ بمقدمة الأول. I want to write about My camping trip. ماشي يس اتفضل. Last week I went to my cousin. بالك هو في Are you going? Are you going? I am going. Okay. Okay. I'm I going am. to interface. Yes, I am going to go camping. Yes. With whom are you going, Yusuf? I'm going with my cousins, Mona and Ali. I'm going with my cousins, Mona and Ali. Yes. What are you going to take? هتاخد ايه معاك؟ I'm going to take a Yes. خد معاك خريطة. and my phone. My map. My phone. كمان. Yes. خيمة. Tent. And And ماشي. And my tent. Yes. What can you do there? ايه اللي ممكن تعمله هناك؟ تسلق جبل.
climb a I can climb a mountain. Yes. تنام في خيمة. أولى إزاي؟ Sleep in a tent. Yes. أستمتع بشروق الشمس وغروب الشمس. منظر جميل جدا. أولى إزاي؟ أيام. To enjoy the sun, Sunset. sun rise in the morning, Sunrise. sun set in the evening. اوكي، اتمنى كلنا نكون استفدنا النهارده. Don't fear Mr. Nasr is here. كده خلصنا يا ابطال يونت 5 كونكت بلس حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي.